الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 52 بعد 108 على 1 تحت عنوان من بدع المحدثين على المحدثين. تم تسجيل هذا المجلس في 28 من شعبان 1416 هجري الموافق 19 من الشهر الأول 1996 ميلادي. ايش رايك يا شيخ؟ الرأي رأيهم، موافق الجماعة، التسجيل بيدي. موافقة الجماعة ولا من المخالفة؟ فقل يا شيخ، طلب منهم ان يكتبوا ليصبح الشباب على بصيرة، فقالوا ان شاء الله غدا والى اجل غير مسمى. من يقوم منهج المتقدمين المتأخرين حتى يعني نربط الموضوع أكيد بكلامك شيخنا؟ أنا كتبت لعبد الله سعد، شيخنا رسالة أسأله فيها عن منهجه. أول ما كما يقال شع شعاعه قبل حوالي 8 سنوات. والله يا شيخنا ما شاء الله، رسالة يعني وصيفة وجودة وتعارف وكذا، فلم يجدني جواب منذ ذلك الحين. قبل 4 سنوات بعثني مع واحد أردني كان يشتغل هناك في الرياض، يقول له سلم على فلان وقل له وصلت الرسالة وانتظر شرح المنهج في مقدمة كتاب سينزل في رواية ابن الزبير عن جابر، وأيضا الكتاب إلى الآن ما نزل. يا شيخ، شيخنا الشيخ سعد الحميد هو اللي نزلت عليه علم الحديث، أصبح ضجت عنده هذه المسألة، فطلب من سعد مجالس، فيقول له بعد أسبوع بعد أيام، حتى كتب له كتابات. من قال من العلماء السابقين، علماء السنة أو علماء البدعة في الحديث، من قال بهذا المنهج وهذا التفريق؟ فأعطاه الأسئلة ولم يجيب على هذا أبدا. هذا منهجهم، هذا جهلهم. والمصيبة يا شيخ، إذا كنا نقول هذا الأمر لا نبالغ فيه ولا يعني نتصدر لهذا الأمر إلا لما نعلم أن الشيخ عبد الله السعد هناك يحضر عنده فوق 100 و150، فهؤلاء ما ذنبهم أن يسلكوا هذا المنهج المتخبط في الحديث؟ أنا كنت سمعت له شريطا يخاطب هؤلاء الطلبة الذين حوله، وهم بلا شك يعني ما يعلمون شيئا بأنه يجب الاهتمام والعناية بنقد المتون. أيوة مسجل يا شيخ، أنا جمعت. أخونا الرياض سمع عدة أشرطة من أشرطة السعد، ثم اختار شيخنا أهم النقاط ليسهل عليك مراجعتها، لأن وجود الشريط أحيانا يتعب. أما هذه يعني بالكمبيوتر، أنا كنت قرأت شيء من هذا قلت يا ويله، هذا نقد المتون بالكاد أنه يستطيع أن ينهض به كبار علماء الحديث أو يذيع هذا بين إيش الطلبة الذين لا يفقهون شيئا. والحقيقة أنه في هذا الزمان يصدق فيه على كثير من الناشئين من الطلاب المثل العربي القديم، إن البغاث بأرضنا يستنسر، والبغاث كما تعلمون هو الطير الصغير يعمل ويتشبه بالنسر الكبير، أو كما قيل تزبب قبل أن يتحصر، أو كما يقول الحافظ الذهبي يريد أن يطير قبل أن يريش. الله الله، فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كنا نشكو من الجمود، أصبحنا نشكو من الفلتان والانطلاق بدون حدود ولا قيود. أقول أذكر لكم كلمة قبل سنوات
كنا في مجلس في مدينة الحصن هذا اللي عند إربد، فقلتم إن التقليد المنضبط خير من الاجتهاد الأهوج. صحيح والله صحيح. هذا الكلام لك ليس نقدا ابدا يا شيخ، كل الكلام من شريطه، وفي ملاحظه يا شيخ في الشريط هو ضعيف في النحو، فانا خاف تظنون اني انا اللي كاتبه. لا كل يعني لا لا طلع ابو الحارث كله يا شيخ موجود وبالشريط واقم الشريط. انا فاهم. اي نعم. انا ما الان اقرا ملتقطات مقتطفات. نعم. فانا اسالك بالذات هذا الكلام له أم لك؟ يقول عنه حديث الحاكم السهل وفي الحقيقة هذا له يا شيخ. هو له. طيب. فأنت تحصر كلامه على الطريقة القديمة أم الحديثة؟ لا على الطريقة القديمة والحديثة كلها. لم يصنع شيئا شيخنا، هو أخونا رياض يعني تحصر كل يعني هذا له. يعني هو ما في له كلام ولا كلمة ولا شيء. إلا اسم الشريف ورقمه. كويس. طيب أنت قرأت هذا؟ نعم. ووعيته ولا بد. نعم. أنا كنت أريد أن أسأل، فبعد هذا التوضيح أسأل، هل وضح الفقرة الأولى؟ لا لم يوضحها يا شيخ، كأنها رؤوس أقلام عنده يعني. يعني مجرد دعوة. مجرد دعوة. لأن يا شيخ بدون ما قطع كلامك له طريقة هو في النقاش، هو يقول ما سكت عنه النسائي صحيح، ويستدل بعبارة ابن حجر في نتائج الأفكار، يقول ابن حجر ذكر هذا الحديث النسائي ولم يذكر له علة فاقتضى أنه صحيح عنده. قلت للشيخ سعد هذا، قلت للشيخ عبد الله سعد هذا ما يقتضي هذا كل هذا الأمر، فهل حديث الطير سكت عنه النسائي هل هو من هذا الباب؟ فيقول ليس الغالب، فيعطينا عبارة مطاطة فيجمع بين هذا وهذا. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت. يا شيخ في الرياض يعني اصبحوا محتارين، ينظرون الى الشيخ الان هو يعقد امالي، يقول حدثنا شيخنا عبد الله بن الصديق الغماري بسنده، ثم يسرد عنده حفظ يعني عجيب، لكن هذا ما يبرر، فيحضر عنده حوالي 200، اما شيخنا سعد الحميد ما يحضر الا عنده 10 بالتأصيل في المصطلح من ألفية السيوط وتدريب الرابع انها كلها حتى فتح المغيث، فاصبحوا يحتارون. نقول لهم احضروا عند المجالس، اقرأوا السلسلة، اقرأوا لا بذات الالبان لكن لما يقرر في السلسلة، واقرأوا فتح المغيث، قالوا ما فيه استقراء، ما فيه مناهج من متقدمين، هذا غموض، هذا جمود، وهذه عبارات. الله المستعان. شيخنا يعني كلمة الدعوة للاستقراء والصبر في هذه الأزمان المتأخرة التي لا يوجد بين أيدي أهل الحديث المشتغلين به سوى الواحد والاثنين من كتب أهل الحديث إلا النذر اليسير، كيف يعني يستطيعون أن يطلقوا ألسنتهم بكلمة الاستقراء والتتبع والصبر؟ الأهواء توامي وتصن، الأهواء والجهل. الله أكبر. نعم. جاي بعض الشباب من سوريا المشكلة الكبرى انه ان الوعي العام مش منتشر بين المسلمين، بغض النظر انه يكون عندهم ثقافة شرعية او حديثية، انه كل من تكلم ظنوا انه عالم. هذا معناه في يعني بساطة في التفكير واستهزاء. نعم. طرح علي هذا الشاب من سوريا سؤالا، بيقول عندنا بعض الناس اليوم او قبل هذا يقول نحن نعرف انه من القواعد الاصولية أن الأصل في الأشياء الإباحة، شو
شو رأيك بخلين؟ قلت له هذا هو المعروف. قال نبت عندنا نابتة يقولون لا الأمر ليس كذلك. والشاهد ليس مجرد هذا النفي وإنما الدعم لهذا النفي. قال واستدل بقوله عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. قلت له هذا لا يؤيد، بالعكس هذا يثبت أنه لا يجوز وضع شرط لم يشرعه الشارع. قال هو يقول طيب، هو يقول بأنه في رواية كل عقد بدل كل شرط. قلنا له هذه الرواية أولا غير معروفة ومخالفة لرواية الصحيح، ثم مع ذلك هذا لا يثبت عكس القاعدة. الشاهد من كلامي قلت يعني أنتم مشكلتكم أن كل من تكلم ظننتم فيه أنه عالم. يا أخي لا تهتموا بكل من يتكلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول الفكر استنتج شيخنا الفكر متقدم المتأخرين الشيخ سعد الحمين أنه منطلق من مكة، أن أعطيناه رسائل الملي باري نظرات في علوم الحديث والحديث إلى آخره، فكل من أتى بهذا المنهج كانت له دراسة مسبقة في مكة. الآن يا شيخ كتب الملي باري في الرياض مجرد ما تنزل تنفذ النسخ خلال 4 أيام. أنا اتبعت هذا بالاستقراء على ما يقولون. حمد الملي باري واحد ضار عالم من الهند الآن مقيم في الجزائر، آخر ما نزل له يا شيخ كان مدرس دار الحديث في مكة. هذا في المدينة. لا فأقول يا شيخ مجرد ما نزل نظرات جديدة في علوم الحديث حتى تطايروا فيه، وأصبح الشيخ كأنه كشف ما يكنونه أو من مناهجهم، أنه صرح صراحة يعني وافق شن من طبقة الله المستعان. الفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين يعني معنى أصح لا يعتدون بكتب المصطلح. هذه ظاهرة جديدة يا أستاذ. هذه الآن هو هذا هو ناش يعني مستنسخ الأخ رجي خير أشرطت أحد الدعاة لهذا المنهج المنحرف شيخ عبد الله سعد. لابد سمعتم عنه شيئا يعني. قلت للأخ أنه من انحرافه أولا في هذا العلم وعدم وضع الشيء في محله ثانيا، وهذا طبعا مما ينافي الحكمة، يلقن الطلاب الذين يحضرون حلقته بأنه ينبغي أن لا نقتصر على نقد الأحاديث بأسانيدها، وإنما يجب أن ننقدها بمتونها أيضا. هذا تخريب للشرع، هذا منهج المادين أو العلمانيين. يعني نحن لا نشك أن كبار أئمة الحديث كانوا ينقدون المتون، لكن كان عندهم قدرات وعندهم يعني مبررات متوازنة. وين كان هو ولا غيره من الناشئين اليوم؟ فكيف يلقن هؤلاء المبتدؤون مثل هذا الهدم الصريح للسنة، نقد المتون؟ هذا من يسموه الآن في الاصطلاح الغربي النقد الداخلي، وهذا تعبير يعني حقيقة هدم للداخل.
الشيخ على قضية نقل المنسوب هنا. والمشكلة يا شيخ أكثر يعني أنكر أحاديث صحيحة يعني من الطريقة أيضا. يا شيخ عندنا بعض الأسئلة توضح هذه المسألة، خصوصا الآن في الرياض هم اللي يتبنون هذا المنهج، فأصبح جملة من الشباب متذبذب. فأوردنا بعض الأسئلة ومنها من أسئلة الشيخ سعد، فقال اعرضوها على الشيخ ناصر. السؤال الأول: لا يخفى على فضيلتكم ما يتردد في أوساط طلبة علم الحديث في هذا الزمن من إثارة لما يسمى منهج المتقدمين والمتأخرين. أولا، فهل تعلمون بارك الله فيكم أحدا أثار هذه الدعوة من العلماء السابقين؟ جوابي على ذلك لا، بل أعتقد أن هذا التفريق هو مما يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولست أعني أنها بدعة مجرد أنه أمر حادث، لأن هذا المعنى المحدد ليس هو المقصود من هذا الحديث وأمثاله، وإنما المقصود المحدثة التي يتقرب بها المحدث إلى الله تبارك وتعالى. فمن هذه الحيثية هذه بدعة ضلالة، وليس هذا فقط، بل هم أشبه ما يكونون بالذين يتقربون إلى الله بما حرم الله، كالذين يتقربون بالصلاة عند قبور الأولياء والصالحين والأنبياء. فهذه بلا شك يعني معصية، فهي معصية، لكن التقرب بالمعصية إلى الله هي بدعة. فهم حينما يفرقون بين علماء الحديث المتقدمين وعلماء الحديث المتأخرين أحدثوا شيئا لا يعرفه أهل الحديث إطلاقا. ولو أنهم وقفوا عند هذا الإحداث فقط لربما كان الخط سهلا، لكنهم أضافوا إلى ذلك أنهم يتقربون بهذا الإحداث إلى الله، ثم زادوا كما يقال في الطين بلة أنهم يخربون السنة ويقضون عليها بمثل هذا التفريق. ثم مما لا شك فيه أن هذا التقسيم مجرد خاطرة خطرت في بال أحدهم، وهو الذي سن هذه السنة السيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى ما شاء الله، ولعله يقضى عليها قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن هذا التقسيم لا سبيل إلى وضع حدود له. فما هو من هم علماء الحديث القدامى ومن هم المحدثون منهم من بعدهم؟ كنت أظن سمعت شريطا لهذا، فأنت باعتبارك أنك حديث عازم باستماع الاجتماع لأشرطته تذكرني إن أصبت أو أخطأت. في ذهني، وهذا من سنين كنت قرأت شريطا له أو سمعته، يجعل الإمام الدارقطني هو كذلك. أوردنا عليه شيخ هذا السؤال فقال لم أقل هكذا. إيش قال؟ أنا أقول الغالب أن من أتى بعد الدارقطني. شوف الكلمات. أنا أقول الحد هو بداية القول بهذه السرية. من قالها هو الذي يبدأ العهد الجديد في هذه المسألة. لكن شيخنا في مسألة. تفضل. الملي باري يا شيخ إضافة على التقسيم
يفرق، يقول التقسيم الصحيح ليس 300، التقسيم الصحيح هو أن نقول هناك مرحلة الرواية وهناك مرحلة ما بعد الرواية. مرحلة الرواية هي ما تسمى بالمتقدمين الآن عصر الإسناد وعصر الرواية، تأخذ بالحفظ. أما ما بعد مرحلة ما بعد الرواية فهي مرحلة ما إلى من بعد القرن السادس وهكذا، التي قعدوا ما حفظوا أولئك في المرحلة الأولى. لا حول ولا قوة. يعني إيش معنى هذا علم الحديث المصطلح قضي عليه؟ ما يقول يا شيخ هو يجعل فرق كما أسلفتم في كلامكم أن المتقدم والمتأخر، الفرق بينهم أن من أتى بعد الدارقطني في الغالب تغير المنهج، ثم هو يقول أن من بعد الخطيب البغدادي، من الخطيب البغدادي وبعد، تغير المنهج الصحيح لعلم الحديث، وهو مكتوب هنا في الكفاية. ثم يفرق يقول منهج في الخطيب في الكفاية على منهج المتأخرين، أما في الزيادة وما يتعلق فيها وهذه مخطوطة للخطيب لم تخرج بعد، أنه سار فيها على طريقة المتقدمين. يعني معنى هذا الكلام أن الرجل أحاط بعلم المتقدمين وعلم المتأخرين في الحديث، ثم استطاع أن يميز المتقدم من المتأخر. هو بالكاد أن يحيط علما بما سطر في كتب المتأخرين فضلا عن أن يحيط بعلم المتقدمين مبثوث الموزع في عشرات الكتب. الله المستعان، صدق رسول الله، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الطلبة الصغار، يعني قام أحدهم يقول لأحد المدرسين في عندنا في قسم الحديث ووصول الدين، قال ما قال يا شيخ أن الفرق الفاصل بين المتقدم والمتأخرين هو ما سطره صاحب ميزان الاعتدال الذهبي في مقدمة كتابه، ألا وهو قوله الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر عام 300. فهذا يقول الصغار، وهو يقول أن من أتى من الدارقطني في الغرب تغير المنهج. والمليباري يقول أن المتقدمين المتأخرين ليس هذا المصطلح عندنا في التفريق، المصطلح عندنا في التفريق هو أن نقول هناك مرحلة وهي مرحلة الرواية، وهي كالبخاري وأحمد الذين سطروا من حفظهم، فهؤلاء قاموا على الرواية. وهناك المرحلة الأخرى وهي ما يسمى عندنا بمنهج المتأخرين، وهي مرحلة ما بعد الرواية. والمرحلة الأولى اللي وهي مرحلة الرواية تبدأ من مرحلة ما من بعد الصحابة إلى نهاية القرن الخامس الهجري، وأما الأخرى أي مرحلة ما بعد الرواية تبدأ من بعد هذا. طيب ما ثمرت هذا التفريق لو سلم به جدلا؟ ما ثمرت هذا التفريق؟ ثمرت الشيخ الإحالة على الفهم عندهم. ليس في كلام الرجل توضيح أن الذين كانوا في مرحلة الرواية هل كانوا ينطلقون في الرواية تصحيحا وتضعيفا وترجيحا وتعديلا ونحو ذلك، كانوا ينطلقون في أثناء الرواية حول هذه العلوم التي سجلت فيما بعد وسمي بعلم أسرار الحديث؟ لا يوجد توضيح عن هذه الفكرة. بلا شك أنه علم رواية الحديث انقطع في القرون المتأخرة، لكن ما ثمرت هذا التفريق؟ ليس في لعله في مكان آخر مثلا يتعرض لبيان ثمرت هذا التفريق. يعني أئمة الحديث الأولين كأصحاب السنن والصحاح ونحو ذلك، هؤلاء من علماء الرواية فيما تنقل، هل يعني أنهم لم يكن عندهم دراية؟ لا، هذه مشكلة. فإذا كلام صف كلام ليس تحته ثمرة وفلسفة، يعني ليس لها يعني نهاية وتوجيه لطلاب العلم. ماذا يستفيدون من هذا التقسيم؟ لا شيء أبدا، بينما لابد من الرجوع إلى علم الرواية وعلم الدراية. وعلم الدراية تنقسم إلى قسمين كما هو معلوم، علم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه. ولا شك أن علماء الحديث الأولين
كانوا على قسمين، هذا لا يمكن إنكاره، ومنهم من كان عالما بالرواية وبالدراية معا، ومنهم من كان حاملا للعلم وهي رواية حقيقة. ولذلك أنا أستهجن هذا التقسيم لأن فيه إشعارا بهضم حقوق أولئك الرواة من حيث أنهم كانوا علماء بما يروون ويعرفون ما يرون من صحيح ومن ضعيف وما شابه ذلك. الفقرة الثانية من السؤال: تعلمون بارك الله فيكم أحدا أثار، هل هناك مسألة علمية أخذ بها المتأخر لم يقل بها من المتقدمين أحد، أعني في علم الحديث؟ لا أعتقد أنه يوجد شيء من هذا علمي، لكني لا أستبعد أن يكون هناك قول قديم أخذ به بعض المتأخرين مرجحين له على غيره، هذا ممكن. وهذا الحقيقة الذي أنا أفهمه أن القول في هذه المسألة الحديثية كالقول في مسألة من المسائل الفقهية، أي أنه كما أنه لا يجوز أن يتبنى الفقيه حقا في هذا الزمان قولا محدثا لم يسبق إليه من أحد الأئمة المتقدمين، كذلك لا يجوز لمن كان عالما بعلم الحديث أن يتبنى رأيا جديدا لم يسبق إليه من أحد علماء المتقدمين. كل ما يجوز لهؤلاء وهؤلاء هو أن يرجحوا أو أن يتبنوا رأيا من رأيين أو أكثر، أما أن يبتدعوا فلا. وعلى هذا أقول لا أعتقد أن هناك مسألة لم يقل بها أحد أو رأي لم يقل بها أحد من سبقنا. الفقرة الثالثة: من القضايا العلمية التي تثار الدعوة فيها على أن فيها فرقا بين المتقدمين والمتأخرين ما يلي: التدليس، الاختلاط، تحسين الأحاديث، الشذوذ، النكارة، زيادة الثقة، التفرد، تعليل الأئمة للأحاديث التي ظاهرها الصحة. فمثلا يرون أن من وصف بالتدليس لا يتوقف عن حديث رواه بالعنعنة إلا إذا كان هناك ما يدل على أن المدلس أسقط منه الواسطة، ويستدلون بعبارة نقلت عن يعقوب ابن سفيان ويحيى بن معين في هذا، فما رأيكم؟ وشبيه بذلك من وصف بالاختلاف أو التغير كأبي إسحاق السبيعي. ليس لنا رأي محدث بطبيعة الحال، فنحن مع العلم المسجل في علم المصطلح ولا أكثر من ذلك. خلينا نصلي يا أستاذ ناصر. هم يقولون شيخ أن التدليس، لماذا لا نرد كل من عنعن، ولماذا نقبل كل من تفرد؟ هل يقولون بالحديث الحسن؟ جينا عم الشيخ يقولون بالحديث الحسن. لماذا؟ ما معنى الحديث الحسن؟ هل هو كالحديث الصحيح؟ هو دون الحديث. هو دونه عندنا وعندهم كذلك. هو قصير عندهم مسمى بالصحيح. هو هذا شو في الاصطلاح القديم، كل حديث يحتج به فهو صحيح يدخل تحت الحسن، لكن من دقت من جاء بعده مثل هذا الخلاف. اختلاف اصطلاحي ما غير الحقيقة.
يكون تعبيره دقيقا. قالوا خطأ وقالوا حسن، لكن حديث حسن في واقعه معرض لأن يحشر من جملة ضعيف أكثر من الحديث الصحيح. هنا يقال لهم لماذا تأخذون الحديث الحسن مع أنه دون الصحيح، فالذي يدلش مثلا فتتبع الحديث فقد يرد لأن يوجد مثلا له تصوير تعديل أو لم يكن له شاهد قوي، فهم يريدون المسألة تكون جامدة ما فيها لحنها بنقول إيش بدل لحنها مرونة مرونة. هنا هذا من جهل الله المستعان. السؤال الثاني، ما رأيك في سبر أحوال الرواة عن طريق تتبع مروياتهم للحكم؟ هذا ثاني ولا ثالث؟ الأول يا شيخ على ثلاث فقرات. هذا الثاني. طيب ايه فعل الصياد شيخ. الصياد هذا. السؤال الثاني، ما رأيك في سبر أحوال الرواة عن طريق تتبع مروياتهم للحكم عليهم بحكم قد يوافق قول بعض الأئمة في ذلك الرجل وقد يخالفه، وبالذات الرواة المختلف فيهم ونحوهم كشريك القاضي، وإذا ما صبرت مروياته وتتبعت ورأينا أنه حسن الحديث وهكذا؟ لا أرى مانعا من هذا التتبع، بل هو بلا شك يفيد ما دام منضبطا ومقيدا بالقيد المذكور فيه، أي بشرط أن لا يخرج عن قول من أقوال الأئمة المتقدمين. فإذا كان المقصود من هذا التتبع لأحاديث الراوي هو أن يساعده على ترجيح قول على آخر فمهما هو، أما أن يبتدع قولا لم يسبق إليه قد عرفنا جوابه من قبل، وكما نقول يعني في كثير من المناسبات سواء ما كان منها حديثيا أو فقهيا أننا نستدل بعموم قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. عندنا نص عن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول ليس لأحد من المتأخرين أن يأتي بقول يخالف كل أقوال المتقدمين، لأنه يكون محدثا ويكون مبتدعا ويكون مخالفا لسبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين في المسألة الفقهية الفلانية مثلا فيها قولان، لك أن تختار أحدهما، أما أن تأتي بقول آخر لا هو موافق للقول الأول ولا هو موافق أيضا للقول الآخر هذا مخالف لسبيل المؤمنين. ضربت مثلا منذ أمد بعيد، الفقهاء كما تعلمون بالنسبة لأكل لحم الجزور هل هو من نواقض الوضوء أم لا، لهم أولاد أحدهما ينقض وهذا هو صحيح دليلا أو استدلالا والآخر لا ينقض، لكن هؤلاء الذين يقولون لا ينقض يستحبون الوضوء من لحم الجزور. وجدنا قولا لم يقل به أحد ممن سبق أو لحق، وإنما تفرد به ذلك الصوفي الذي يعرف بمحي الدين. فقد كنت بزماني قرأت كثيرا من كتبه وبخاصة كتابه الضخم الفتوحات المكية. سبحان الله، هذا الرجل يجمع بين متناقضات، فهو في الفقه ظاهري جامد وفي التصوف ملحد يقول بوحدة الوجود. سبق الظاهرية في الجمود وهنا الشاهد
فقال من أكل لحم الجزور عليه أن يتوضأ، لكنه إن لم يتوضأ فصلاته صحيحة، أي لم يعتبره من النواقض. أمر الرسول بالوضوء لحم الجزور، إذا ننفذه، لكن لا ارتباط بين هذا وبين الصلاة، حكم مستقل تماما. على هذا نحن نقول دائما ننطلق في الفقه وفي الحديث من هذه القاعدة القرآنية، أن لا يتبع غير سبيل المؤمنين، وإنما أن يتبع سبيل المؤمنين. فإذا كان إذا المقصود من هذا الاستخراء والتتبع لحديث الراوي هو أن يتخذ ذلك سبيلا لترجيح قول من أقوال العلماء المتقدمين في هذا الراوي، فنعم ما هو. واضح؟ يلا باقي معنا 5 دقائق إن شاء الله. أخر إن شاء الله إلى 10 دقائق. 5 دقائق فقط. السؤال الثالث قضية التحسين. هناك قضية التحسين. تحسين نعم. هناك من يرى أنها ليست حكما على السند من حيث النظر في ثقة الرجال واتصاله، ولكنها تعني صلاحيته للعمل أو جريان العمل عليه مع كونه منحطا عن رتبة الصحيح إلى الضعيف ضعفا محتملا، وربما قصد بالتحسين الغرابة والتفرد. وهناك من يرى أن الحسن لغيره وقبول الحديث بمجموع طرقه إنما نشأ عند المتأخرين، فنرجو التفصيل في هذا. التفصيل الآن لا مجال فيه، لكن أقول هذا الذي يعني يقول هذا الكلام، وأنا لا أدري من هو القائل، إنما يهرف وما لا يعرف. الحديث الحسن عند علماء الحديث معروف أنه ما توفر فيه كل شروط الحديث الصحيح إلا أن أحد رواته خط ضبطه. هذا هو الحديث الحسن. هو خلط من جملة خلطه الذي أشرت إليه أنه قد يطلق الحسن على حديث الغريب، هو العكس هو الصواب، قد يطلق الغريب على الحديث الحسن بل وعلى الحديث الصحيح أيضا، لأن علماء الحديث يقولون الغرابة قد تجامع الصحة، ذلك لأن المقصود بالغرابة هو التفرد، فلا فرق بين من يقول هذا حديث غريب وبين من يشرح فيقول تفرد بهذا الحديث فلان. حين ذاك حينما ننظر في المتفرد أهو ثقة؟ قلنا حديثه صحيح. أهو دون الثقة ضبطا؟ قلنا حديثه حسن. قلنا إنه ضعيف الحفظ؟ الحديث حين ذاك ضعيف. الغرابة جامع الحسن والصحة، فليس الحسن يطلق ويراد به الغرابة، هذا خطأ. والمهم أن الحديث هذا كلام كله ناب من معين واحد، معين عكر يعني، لأنه لا يتعرف على المصطلح. فالحديث الصحيح ينقسم لذاته ولغيره، والحسن أيضا لذاته ولغيره. فقد يكون الحديث أرادوا يقول الحسن بمجموع طرقه، هذا يكون أحيانا، لكن الحديث الحسن إذا أطلق فالمقصود حديث حسن بذاته. ولذلك فالإمام الترمذي ولعله من القرون التي يطلقون على الجيل الأول من علماء الحديث، فإنه تلميذ الإمام البخاري ولم يجاوز القرن الثالث، فهو قد اصطلح على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن، بل لعلي أطلقت القول بأنه اصطلح، لأن الحقيقة أن الذي اصطلح على هذا هو شيخه البخاري، وإنما الترمذي
أشاع هذا الاستعمال في كتابه السنن، لكنه فرق بين الحديث الحسن ذاته والحسن لغيره، حيث ذكر في آخر كتابه السنن في العلل التي تعرف بالعلل الصغرى، فرق بين ما إذا كان الحديث حسنا لذاته أو حسنا لغيره عنده، فيقول في الحديث الحسن ذاته حديث حسن غريب، أما إذا كان الحديث حسنا لغيره لا يقول غريب، يقول حديث حسن، أي إنه تقوى بمجموع طرقه، وقد نص على أنه يشترط عنده أن لا يكون في تلك الطرق من هو متهم بالكذب، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. هذا كلام تربية. نلتقينا معه في الجامعة، بلى نعم، لكن أقول لما كنت أنا في الجامعة كان هو يدرس هناك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفع الجميع بما سمعوا. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. حديث مثلا إذا كان في مجموعة من العلم انقطاع وتركيز مثلا، هل يكون ضعيفا جدا أم يكون ضعيفا؟ الضعف الشديد إنما يأتي من التهمة أو الكذب أو الوضع أو ما شابه ذلك، أما مجرد اجتماع علل يعني ليست في ذاتها ضعفا شديدا فلا تكون باجتماعها ضعفا شديدا، والله تعالى أعلم. تفضل. شيخنا، نجد بعض المشتغلين بعلم الحديث
قد صحح أحاديث ضعف آخرون، يعني كلام عن الحديث الشاذ شيخ، فنريد ضابط الحديث الشاذ وجهة الفقه. الحقيقة أن مسألة الشذوذ وزيادة الثقة من المسائل دقيقة جدا، والتي يعني لا أريد أن أقول لا ضابط لها، ولكن ضابطها عسير جدا، وهي من أدق أنواع علم العلل. علم العلل بحد ذاته أدق الأنواع، فهذا من علم العلل أدق الأنواع. والذي ينشرح له صدري في ذلك أن مجرد التفرد ليس مخالفة، وإلا لو فعلنا ذلك لحكمنا، وهذا من توفيق الله عز وجل في هذين المثالين، لحكمنا على أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث بأنهما ضعيفان، لأن أول حديث أنه معلوم المنيات، وآخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، كلاهما أحاديث تفرد فيها الصحابي وتفرد عن الصحابي التابعي وتفرد عن التابعي تابع التابعي. حينئذ نقول ما هو الضابط؟ بل في أول حديث اللي هو حديث إنما العمل بالنيات، الإمام أحمد قال عن محمد بن إبراهيم التيمي قال منكر الحديث. ماذا تقولون؟ أقصد ماذا يقولون؟ إذن هذه نقطة. فلنقف في نفس حديث إنما العمل بالنيات. إنما العمل بالنيات رواه البخاري في صحيح في 7 مواضع. هل المواضع 7 رواها بنفس اللفظ؟ لا. لماذا لم يحكم هو أو غيره من أهل العلم على الألفاظ التي خالفت الرواية الجادة بالشذوذ؟ إذا كانت قضية لفظية، إذن هم راعوا إيش المعنى في الحكم بالمخالفة. نعم قد لا ترد المراعاة المعنى في الحكم بالمخالفة، وإنما ينظر للتفرد، لكن في من لا يحتمل تفرده، في من يقع في قلب المحدث أن هذا الراوي لا يحتمل مثل ذلك النص والزيادة، والمسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل أكثر، لكن هذا خلاصة ما أرى والله أعلم. تفضل. نعم والله أنا عندي كتاب منذ سنوات الحقيقة، لكن أجمع له يعني مسائل نظرية متعددة، ولا أبني أصلا على المثل والمثلين كما فعل المليباري في كتابه الموازنة بين المنهج المتقدم والمتأخرين، بنى منهجا على مثلين، وكلا المثلين المذكورين عنده منقوضا بكلامه مما نقله بيمينه. هل هذا علم بناء منهج وقسم للأمة قسمين على مثلين حديثين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم شيخنا يتبنى بعض المعاصرين المشتغلين بالحديث نظرا لا تصحيحا ولا تضعيفا قول ابن الصلاح في مسألة تصحيح الصحيح، ويستند كذلك على قول كلام للذهبي موهم في مفقدته يقول فيه رحمه الله: وهذا في زماننا يعثر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطلت علينا الأسانيد وفقدت العبارات الملتقنة. تفتح النافذ من هناك شوي خلاص شوي بس على طول. نعم قال رحمه الله: وما نحن فطلت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك، فنريد من شيخنا كلاما حول هذا. أنا أعلم جيدا أن كلام ابن الصلاح وبعده كلام الإمام الذهبي هذا إنما هو في تعسير القضية وليس في إغلاق بابها. لذلك الآن كلام الذهبي ماذا قال؟ يعصر. وكلام ابن الصلاح ماذا قال؟ يتعذر. فالقضية هذه صحيحة لا شك ولا ريب أن التعذر موجود والتعسير موجود، حتى لا يدخل هذا الباب من ليس أهلا له، وحتى لا يتناوشه من هو دونه. لذلك ليس الأمر مفتوحا لكل أحد، كما أنه ليس مغلقا دون كل أحد، إنما مفتوح لمن هو أهل له بشرطه الشرعي وبقاعدته الشرعية. هذا هو. لذلك لا يرد علينا كلام ابن الصلاح أصلا فضلا عن كلام الذهبي تبعا،
فكلامهما عن التعسير والتعذر، وهذا أمر نحن نوافقه، نحن نوافقه. لذلك من فهم من كلام الإمام ابن الصلاح أنه أغلق الباب، هذا مخطئ، هذا مخطئ. وإن كان هو المشهور بين كثير من الذين يؤلفون في المصطلح ويتكلمون فيه وما شابه ذلك، والله تعالى أعلم. نعم. هناك شيخنا شبهة يقولون مثلا إذا صحح الحديث من بعض المعاصرين ولم ينص أحد من السابقين على صحيحه، فهذا يغلب على الظن أنه قد تكون علة خفية لم يقف عليها هذا. أنا أسأل سؤالا لهؤلاء النظريين الذين يعيشون بالنظر فقط ولا يعيشون بالعمل، كم هو عدد الأحاديث التي صححها المتقدمون؟ أنا لا أقول كثيرة، قليلة بالمقابل، أقول هي قليلة. يعني الآن استثني البخاري ومسلما وانظر إلى الأحاديث التي صححها ابن المديني أو أبو زرعة أو أبو حاتم أو ابن معين أو ما شابه ذلك، محدودة ومحدودة جدا، ولو جمعت لن تكون في تصوري عشر المرويات الموجودة سواء تضعيفا أو تصحيحا. إذن هذا من هؤلاء حكم على تاريخ السنة عبر 12 قرنا بالإغلاق، لأن رأينا حديثا لم يصححه المتقدمون ولم يضعفوه، رووه في كتبهم، ماذا نفعل؟ ماذا سيجيبون؟ سيتناقضون. لو قالوا نتكلم فيه سيتناقضون، لو قالوا نسكت عنه سيتناقضون. لذلك هذه البدعة المعاصرة التي يعيش ويعبث بها بعض الناس من التفريق بين ما يقال له المتقدمون أو المتأخرون، هذه الحقيقة أنا أقول يعني قلت كلمة مرة وكتبتها بخط يدي في بعض المواضع، قلت هؤلاء ثمرة قولهم وإن لم يكن مقصدهم، ثمرة قولهم فعل لم يستطع اليهود أن يفعلوه في الأمة الإسلامية. ليش؟ لأنه نسخ لتاريخ 10 قرون أو أزيد من تاريخ السنة النبوية، وبالتالي حتى نعيد النظرة في السنة على وفق ما هم يريدون ويرون من التفريق بين المتأخرين، لا أقول نحتاج إلى 10 قرون، وإنما نحتاج إلى 100 قرن، لأن العلماء الذين تكلموا في السنة عبر القرون العشر الماضية ليسوا كأمثالنا اليوم ولا كأمثال من بعدنا، والواحد منهم يكون بعشرة منا إن لم يكن أكثر، وبالتالي هؤلاء استغرقوا 10 قرون ولم يستطيعوا أن يحيطوا بالسنة كلها حكما وبيانا ونقدا وضبطا، فكيف بمن بعدهم ممن دونهم؟ إذن الأمة يجب أن تعطل حتى 100 قرن أخرى أو 90 أو 80، بل قل 10 مثلها، حتى نستطيع أن نحكم على الأحاديث. وبالتالي الآن انظر إلى صلاتك، انظر إلى صيامك، كثير من الأحاديث والأحكام من تصحيحات أهل العلم المتأخرين، لا يوجد فيها كلام البخاري أو مسلم أو أبي حاتم أو أبي زرعة أو علي المديني أو ابن معين أو أحمد أو ما شابه أولئك. ثم أين الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين؟ ثم لو كان هنالك شيخ تقدمت وفاته وتلميذ تأخرت وفاته، من منهما يعد المتقدم من المتأخر؟ تناقضات بعضها فوق بعض والعياذ بالله تعالى، ولو تأملوا لعرفوا ذلك، لكنهم للأسف لم يفعلوا وعسى أن يفعلوا. نعم. شيخنا من عجب تناقضهم أنهم يقولون نحكم على السند بالصحة لا على الحديث ويوجبون العمل بهذا، ألا ترون هذا تناقض؟ فلا شك تناقض بين. ثم هذا التناقض الذي منهم لماذا رضوه لأنفسهم ولم يرضوه لعلمائهم؟ يعني يقولون نحن نعسر ونغلق، والمتكلام الذي الحديث الذي صححناه ولا نجد المتقدم فيه كلاما نتوقف فيه، ثم إذا بهم إيش يفعلون ويخالفون ويناقضون. نعم تفضل. قرار اللجنة الأخير محاولة الباب المرجع، نعم، يعني استنبط وخرج من الناس يعني قول يعني الأول أن يعني هؤلاء الذين يكتبون في مجال العقيدة
فهو مرجع. يعني القول الثاني بأن الذين يقسمون ويقسمون فبأنهم لم يقرأوا قدم المكتب ولم يقرأوا قدم المكتب ويقسمون له. طبعا هذا قول قد يقال، بل أقول قد قيل، وليس كل ما يقال صحيحا فضلا عن أن يكون كل ما قيل سالما من النقد والعيب، وهذا الكلام من عدة وجوه. أما الأمر الأول فإن من قواعد أهل العلم أن لازم المذهب ليس بلازم. الآن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على فتح الباري المجلدات الثلاثة الأولى، هل استوفى كل خطأ وقع فيه ابن حجر، بحيث إذا وجدنا حديثا ضعيفا سكت عنه ابن حجر نقول هذا الحديث يصحح الشيخ بن باز لأن الشيخ بن باز لم يعلق عليه، أو مسألة من المسائل الأخرى؟ هذا كلام لا يقوله. لذلك جاء الشيخ عبد الله الدويش واستدرك تعقبات أخرى وقع بها ابن حجر مما لم ينبه عليه الشيخ بن باز. الآن ما هو الموقف الصحيح؟ هل نقول الشيخ بن باز وافق ابن حجر في هذا الغلط العلمي أو العقائدي أو المنهجي، أم نقول الأصل أننا نعرف أن الشيخ بن باز لا يقع بمثل هذا فيجب أن نسأله ولا نأخذه بلازم المذهب، فإن لازم المذهب ليس بمذهب أو ليس بلازم؟ هذا الذي كان ينبغي أن يقال. لذلك في كتابي صيحة نذير وضحت هذه القضية جيدا وبينت أن الكفر ينقسم إلى خمسة أقسام، لكن هناك قضية أخرى أن هنالك فرقا بين أقسام الكفر وأنواع التكفير. لذلك رأينا في كلام القيم في بحذر السعادة، بل كلام للشيخ الإسلام تيمية وكلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وكذا، عندما ذكروا الكفر أنه الجحود والتكذيب أرادوا به ماذا؟ أرادوا به أغلب ما يكفر به المسلم. انتبهوا، هناك فرق بين الكفر الأصلي، كفر النفاق أصلي، كفر الإعراب أصلي، كفر الشك أصلي، وبين كفر الطارئ، كفر الجحود، إنسان يكون مسلما ثم يجحد، مؤمنا ثم يجحد، مصدقا ثم يكذب. ولكن هل هذه الأغلبية تنفي أن يقع نوع من أنواع النفاق أو الإعراض أو الشك من بعد؟ لا تنفي. إذن الحكم أغلبي وليس حفرا، لو تأميت هذه القضية لما وقع الذي وقع. لذلك القضية كما قلت وضحتها في كتابي صحيح نذير قبل قرار اللجنة بسنتين، قبل قرار اللجنة بسنتين. ومن أجل ذلك لما رأيت أن بعض الناس قد يفهم أو قد يقع في ذهنه هذا اللزوم والإلزام بما لا يلزم، كتبت توضيحين. التوضيح الأول تأييد للرسالة، التوضيح الثاني أن بعض الناس فهموا أن توضيحي تراجع، فأقول أتراجع عن ماذا؟ هل أتراجع عما أنا قائل به أصلا؟ هذا لا يمكن، لا يكون. فكتبت توضيحا آخر وممكن أن نصور لكم منه، فهو عندنا موجود منه نسخة هنا، والمسألة أوضح من أن تذكر بحمد الله. والآن لي كتاب نسأل الله أن يعيننا عليه بعنوان نصوص العلماء والأئمة في مسألة التكفير المهمة.